مولانا السلطان أعلن عن محظورات جديدة. بعد القهاوي كل الحانات الموجودة بالبلد مو بس رح تتسكر، رح تنهدم كمان. الحشيش والخمر انمنعوا كمان. أي حدا بيخالف أوامر مولانا السلطان جزاته الموت. الموضوع كبر كتير محمد باشا. سلطانة، ديوان السلطان إمتى رح تعقدوه؟ الديوان اليوم رح يجتمع، بس مولانا ما رح يحضر هالاجتماع لأنه مو بالقصر. أحسن، رح أحضر جلسة الديوان. وزادت الوضع سوء. لا، أنا ما بأيدكم، لأنه غاية مولانا من كل هي القرارات الحصول على الطاعة المطلقة. حضرة شيخ الإسلام معه حق، الطاعة والإخلاص شرط ضروري لترسيخ قواعد النظام بالدولة العثمانية. الإخلاص ما بيجي بالإعدامات سينان باشا. لما الإنسان عم ينعدم لأنه شرب قهوة أو خمر أو لأنه دخن سيجارة، هيك غضب الأهالي ما رح يرحم أي حدا فينا. شو بتنصحينا سلطانة؟ تحكوا مع ابني السلطان وبتخلوه يوقف الإعدامات، وأي حدا بيخالف القانون وبيتعاقب بالسجن. صارت عقوبة الموت بالدولة تنفرد لأسخف الأسباب. فرصة السلطان عم تستغل غيابي لحتى ترجع تدير شؤون الدولة، حتى عم تجتمع بأركان الديوان من ورا ظهري. محمد باشا، شو مبرر هالتصرف؟ مولاي، السلطانة الأم ما كان عندها أي نية سيئة تجاهكم. وشو حكيت معكم؟ عبرت عن قلقها من الأحداث الأخيرة بخصوص المحظورات والإعدامات، وحضرتها أعطتنا شوية توجيهات لحتى نتحاور فيها معك. أعطتكن توجيهاتها؟ يعني أنتوا أنصتوا لها وسمعتوا كلامها؟ أبداً يا مولاي، نحن حاولنا ننبه السلطانة، حتى أنا حاولت إلا وبلهجة مناسبة إنه تواجدها ما له تصرف مناسب، بس السلطانة أصرت علينا. سلطانة، كان من الأفضل تبعدي عن الديوان، يا ريت اجتمعتي فيهم بمكان تاني. إذا الدولة كلها عم تغلي والأهالي عم بيعانوا من الظلم، معقول أنا أقعد وأتفرج يعني؟ الخطر صار كبير وأنت شايف بعينك. شايف يا سلطانة، بس أنا كل اللي آكل همه مولانا السلطان شو رح تكون ردة فعله. يعني ما حدا بيعرف شو رح يساوي. بس شو؟
ممكن ابني يحكم بإعدامي، مو هذا اللي خايف تقوله؟ الله يحميك ويحفظك. مولاتي السلطانة، مولانا بانتظار حضرتك. سلطانة، إذا عندك أي ملاحظات على فرماناتي يفضل تقوليهم بيني وبينك وبدون ما تتطفلي على ديواني وتعطي أركان ديواني وبشواتي أوامر وتوجيهات. أنت شو صاير لك؟ هوسك بالسلطة رجع؟ أنا نصحتك كتير من قبل، نسيت كم مرة نبهتك وقلت لك عم تغلط؟ وصيتك تراعي أحكام القانون القديم، بس أنت شو عملت؟ ولا شيء، لا اهتميت بقوانين الدولة ولا بنصايحي كمان. أول شيء أعدمت شيخ الإسلام، وبعدها القرارات اللي خربت كل علاقتك بالناس واللي واضح أنك مصر تعاديهم. سلطانة، يعني بدل ما تطلب السماح مني عم بتدافعي وتبرري غلطك؟ أنا ما نبهتك وقلتلك لا تتدخلي بأمور الدولة نهائيا؟ معقول نسيتي شو حكينا مبارح؟ أنا ما عملت غير الواجب، كل هالسنين كنت حريصة على إدارة الدولة بالحق، أنت مصر تاخدنا كلنا على الجحيم. شوفي، أنا المسؤول عن كل قراراتي، هي دولتي، إمتى رح تسلمي بهذا الشيء؟ أنت مثل البقية، المطلوب منك الطاعة، وإذا رفضتي أوامري رح تتحملي النتائج. وأنا جاهزة أتحملها. شو حتعمل؟ لتكون كمان بدك تقتلني مثل هدول يلي أعدمتهم مشان القهوة والدخان؟ أصلاً أنت ما بتعرف غير عقاب الموت. معناتها رح تمشي وما رح ترجعي لهون أبدا. أنا نفيتك على القصر القديم. كيف يعني بدك تنفيني؟ هذا الحكي مو مقبول.